اني وقت اللي واحد من النواب قلت له كان يجي قدامي ان تفلك شلاغمك نعرف اللي هي مساله غير مهنيه وما يتقالش، اما هو وصل روحه لانه هو جبد لي مرتي، معناه ولا طحنا في مستوى نتاع الجراج في الحومه، واني فعلا ولا كان عرضني في الشارع ان تفلك شلاغمك يا اخوان. احكيوا شويه محمد بوغلاب الاعلامي اللي انت تعرفه مليح، لانه من عندك انت من الزمن الجميل. انا نحب سي محمد، عنده الفيروس تخيل، معناتها من اكبر ديفواتو صباح يقرا جرايد كي يقوم يقرا، لانه رجل مثقف يلزم يقرا. أي. انا هو الرجل المثقف اللي يقرا الكتب ويقرا الجرايد يا سي نوف. اي سي محمد تاريخ كبير في الصحافه المكتوبه، وكان معنا في الانوار وفي برشا جرايد. لكن فما اسئله سي محمد بربي بعد اذنك، انا نوفل قلت له راهو هذا عزيز على قلبي برشا، ما نجمش نساله حتى سؤال مش في بلاصته، معناها هذيك تشوف مزمر عليك. لا مش بالكن تسال قبل ما نتكلم انا. تفضل خويا. اكيد ما الحلقه الثانيه بدا يتغول عليا. شنو سالتك مثلا؟ انا نحب، احنا تو في ازمه نتاع محروقات. أيوة. وسي محمد سريع الالتهاب وسريع الانفجار، وقالوا لي راهو برا وانا داخل، قالوا لي بربي اسال سي محمد علاش ديما كاشش ناشش، ما يعجبكش العجب ولا الصيام في رجب، علاش سي محمد ديما هكا، ما ينجمش يكون هذا. وحتى انا والله ماذا بيا من باب الفضول نعرف علاش. وشكون يسال فيه مطرة؟ أيه. تندي كاشش اكثر منه. تفضل سي محمد. في الدنيا مش هكاك يا محمد، يعني احنا في التلفزه والبرنامج، التلفزه كلها دنيا، في الاخر الله اعلم كيفاش باش نكون. شوف يعني انت تجيش تسال مريم تقول لها في المسلسل الفلاني شبيك كنت هك، ثم بيرسوناج اللي انت تقدمه في مسلسل في فيلم، هل نوفل الورتاني وهو قدام الكاميرا هو نوفل مع اولاده وهما يلعبوا في الفوتبول؟ واش هو نفسه؟ ثم يعني فما انطباع يولي نوع من الحكم المسبق، ما عادش الناس تركز معاك، يعني اذا صنفوا مريم على انه فقط هي الممثله المزيانه، مهما تجتهد هي في العمل نتاعها وتكون روحها وتتطور، قليل اللي ينتبه لهذاك، فما حكم مسبق يولي صالح لكل زمان ومكان. باش نفسر مثلا، محمد من 1000 باساج صح في 20 يولي هذاك هو، ما عاد يتفكر لك حد الاخر. أيوة. ثم احنا شعوب متوسطيه، احنا فنلندا ولا السويد ولا النرويج، الشعوب المتوسطيه احنا وغيرنا نحكي بيدينا وملامح وجوهنا. يا اخي لطفي بوشناق مش فتره فتاه له علاش تعمل هكا وتغني يعني احنا نتكلموا بجوارحنا لكلنا. تقول لي الصوت، يعني صوتي عالي يمكن وارثه من عند الوالد الله يرحمه، هذاك طبيعه. اي ماهيش فاش تقلق، سامحني هي فاش تقلق، فاش تقلق يعني مطلوب الكل نبداو كدجاج الحاكم الكل بيض. هاني هيك كان جا انسان معناه هذا ودو يشبيك، حرحر روحك شوي يشبيك، انا ركاب الوتر هاني هيك يعني. وين الاشكال؟ فاش نقلق؟ مهندس الصوت تبارك الله عليه، يعني وقت اللي راه اللي فت يعني الحد المسموح به تو ينقص لي في انت تقلق سي بوغاليب، على خاطر تو سامبلومون انت تلقائي جدا، وانت تقلق على خاطرك فريمون ما عندكش اللغه الخشبيه. تلقائي لا كل شيء محضره. لا والله تلقائي تبعته. الناس تركز على الشكل، قال له هذا الشكل فما الاكل اللي ما يتقالش، انه القلق من محتوى مش من الشكل. اي صحيح. انت نصيح قلقت ما تفرجش سي. كل اشكال يعني فرض عليك تفرج فيها. محمد بوغلاب بطال، محمد بوغلاب معطل عن العمل، محمد بوغلاب مقصي، نحكي على جمل قالت في الانترنت في الفيسبوك بارتو، تهديد لحريه الصحافه والتعبير، كلام برشا كبير تقال على اقصاء محمد بوغلاب. كنت في شمس ثم وقع اقصائك، حتى اذاعه ما حبت تاخذك، انت موجود ونذكر في كونوف نهار 3 على قناه 9، ولكن سياسيا بالحق ولا نوع من تكبير الوضع؟ هل صار اقصائك يعني علاش ما تكونش طبيعي؟ ما فماش ليزيكيب الكل تعملوا، لماذا حسيت انه اقصاء محمد بوغلاب؟ وفهم شكون يقول هذا تكبير للامور، شنو رايك؟ كل واحد حر، معناه ولكن الكلام اللي قلته معناه ماهوش على لساني، معناه هو نقل، خاطر اللي قلت واني مختلف عن هذا. اي انسى محمد بوغلاب، اغزر توا للمشهد الاعلامي اذاعه وتلفزه،
هل هناك أي صوت ناقد للمنظومة القائمة؟ ليه؟ ما نحبش نقول كلام اللي نعرفه ما يتعداش. أما هون نحكيه شوية معناها لأنه ما عنديش مصلحة أنه كلام يتقص. خلينا نقول كلام نستغل الهامش المتاح باش يتقال ولا بيبو من الإشارة يفهمه. يا تكون من معتنقي الدين الجديد وإلا تكون على بر. خليني يعني قبل أن نوصل لوضعيتي. تفضلي. توا ما زالت فما فضاءات إعلامية فيها أصوات تنقد مسار السياسي في البلاد. هات سميلي في الإذاعات موجودة. هات نبدأ الإذاعات موجودة. شنو مش نذكر أسامي إذاعات يعني لا فما زوج ثلاثة برامج سياسية نسمع يومين يسبوا في رئيس باستثناءات قليلة. أي قليلة. أي قليلة. الكراني كجمع الكرونيكور كل من هو ناقد للرئيس يتكى على جنب مع استثناء أو زوز ومرتبط أيضا بقوة المؤسسة الإعلامية. خاطر انا مانيش شاعر نقعد في داري نعمل قصيده ولا رسام يعني نقعد يعني في البيت. انا مرتبط كصحافي وجودي بوجود مؤسسه اعلاميه مع الشمس وفيها الكونترات. ما نجمش نجيب اني فرش ونعمل اعتصام في شمس وما نجمش معناها نطلب من الناس باش تكون كاسكادور وتضحي من اجلي. الشمس ما تحكموش فيك. حكيت بكل حريه عمي. حكيت لكن هل تعرضت لضغوطات او لا؟ سؤال اللي بعده غير لائق تو باش نجي نحكي على المؤسسه اللي نخدم فيها. فما اسرارها اما فما اشياء نجم نقولها مثلا وقت معناها والي يبعث يقول كلام السيد هذا ما يعجبنيش. وقت وزيره التجاره تكلم شطر تونس وسالوها في القصر قال لها يعني على ملفات واني نتحدى اذا نهار اعطيت معلومه وطلعت غلط تجاوزت بالجمله. تعرف ايش قالت في الرئاسه؟ ايش قالت؟ قالت له ما هذا يحبني نشريه كما شروه اللي قبل وبلغتني وكلموني العشرات القريب والبعيد هي قلت لهم هي قالت لا انا ما قلتش وكلمت مريم بالقاف. قالت مريم قالت لها راه ما عنديش دخل فيه ما نجمش نتحكم فيه محمد. الضغوطات معناها المؤاني المباشره يصعب باش واحد يكلمني بشكل مباشر اما توصلك التضييق يوصلك. وقت الهيكا خطية وراء خطية على شنو تتقال في إذاعات تقال كلام منافي للحياة وعملوا روحهم ما سمعوش معناها المشكلة مش فقط مع كل سلطة ماذا بيها الصحفيين يكونوا متاحها كل سلطة لكن الضغوطات من كل بلاصة. وأنا تقالت لي بصريح العبارة تعليمات من فوق. شمس مش لأنه لأسباب مالية خرجوا برشا. شوف ما اعفيني باش ندخل في الامور هذه. برشا خرجوا عفيني. برشا خرجوا. انا يؤلمني انه مصير اذاعه كيما شمس يكون المصير نتاعته وخايف انه نهار يصير لك كما صار الكاكتوس. يعني هل انت تنقد الرئيس اكثر من سفيان بن فرحات، سفيان بن حميده، طارق الكحلاوي، لطفي العميري، سونيا الدهماني، برهان بسيس؟ نقارن روحي بحد. لا لا ما نجمش ندخل في التفاصيل. لا لا باهي انسى مقارنتك. هذمهم ينقدوا في الرئيس يوميا. هو. لا جاوبني. لا لا ما نجاوبكش نجاوبك على روحي. تنجم تقول اي شيء اما كي توجعت ولا تقلق. زياد كريشين توجعت قلق. معز بن غربيه هذوك ما يعيطوش سامحني في الكلمه ما يوصلوش توجعت قلق. محمد ما معنى ما معنى توجع؟ لا 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 فسر لي. شوف لا لا فسر لي افرش لي معناتها هذوم يومين. المنبر الوحيد الان نعتبر في اللي نسمعه اي الا بقى مازال يعني شوكته واقفه هو ميديكاتورس في موزايك فقط. معز بن غربية ليه؟ أنا قلت لك في اللي نسمعه وعندي اطلاع عليه زياد كريشان وهيثم المكي لا غير ونقطة وارجع للسطر. هل صحيح طلبت إذاعات قلت لهم نحب نخدم معك؟ طلبت بالحق ورغم أي طلبت أي هي ما تعملش في الكونتكست نتاع بلادنا ما تقبلش. لكنني بعد قلت كان نولي نلوم روحي نقول والله علاش ما بدرتش. فهزت تليفون الناس اللي عندي معناها أكسي ليهم قلت لهم أنا وفاء العقد نتاعي مع شمس راني موجود معناها ديسبونيبل اذا تفكروا يعني فيا تو نرجعوا لك فما حاجه وكاو. لكن الاهم من هذا هو انه كنت نجم نقعد اني في الدار نبكي على الاطلال. انا مانيش في وضعيه يعني مظلوميه وجاي نشكي. ليه ليه ليه؟ انا لقيت بديل ما اخترتوش وما تصورتش روحي نهار نعمل التجربه هذه انه نمشي لليوتيوب خطوه حتى الوراء. تقنيا لا لا الوراء لا علاش الوراء؟ من جهه الحديث لا لا علاش الوراء؟ علاش الوراء؟ شو الهدف؟ أنا بالنسبة لي مسألة رمزية هو أنه في غياب منبر تقليدي نقدم فيه ما يفلت شيء لقيت فما إمكانية باش نعمل هذا على اليوتيوب
مشيت لها التجربه رغم حتى تقنيا اني مانيش يعني مانيش كاليفي للشيء هذا كلاسيك انت في ماكس لكن انا فرحان اني لقيت يعني من اصدقائي لاني مانيش نصور بتليفون انا معناها نصور في ظروف كانه يعني نعمل في برنامج يعني تلفزي نشوفوا جمله من الاصدقاء اللي هما تطوعوا باش يقفوا معايا في التجربه هذه عندي شكون من اصدقائي البارح برك كلمني يعيش هو البرة قال لي محمد معناها خليني نعمل يعني سبونسوريزاسيون للبرنامج وهذا لا صار محمد سامحني في السؤال وتنجم ما تجاوبش عليه وانت باش تحب تخدم في اذاعه ولا في تلفزه مستحق ماديا انت؟ شوف يعني فما سبب مادي؟ اولا اني مازلت قادر اني نخدم شو تربح تونس كي نقعداني في الدار؟ شو يربح المواطن التونسي؟ يربح حاجه؟ لا. يلزم الكل نعزفوا نفس الموسيقى، الكل كورال نأديوا نفس النغمه؟ ما يلزم تنوع. السلطه اللي تحب تستمر وتعيش تحل اللعب. تخلي معناها يعني داخل الواحد مو يفهم المؤسسه اللي يخدم فيها مانيش يعني يعني زبرطعي. المؤسسه اللي نخدم فيها نعرف شو هو السقف المتاح. متاع النقد اما انك انت تسكر يعني كل شيء ولو نتنفسوا بالقصبه شو فما واحد سكر 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 تنجم تستمر بن علي ما استمرش التجربه التاريخ بين هذا وقت انت كي تسكر يعني الطنجره تسكر عليا ما مش تفرقع في وجهك لابعد انا اضطريت اني نخرج تقاعد الوظيفة العمومية لأنني في الأصل في الإذاعة والتلفزة وبعد في الإذاعة التونسية أنا خرجت تقاعد في 50 سنة علاش؟ من التضييقات اللي تعرضت لها شهر هذا أكتوبر عندي زوج قضايا عندي قضية شكي بيع عماد الدايمي وقضية متاع سي رفيق الشلي اللي يصدر فيها حكم 4 شهور حبس وزوج ملايين خطية يعني غايظتني زوج ملايين خطية مش 4 شهور حبس على شنو؟ على شنو؟ علاش يعني ناس نواب في مجلس النواب جبدوني بالاسم علاش زعما علاش القضيه اللي شاكي بيا فيها عماد الدايمي نفس القضيه عديت 3 سنين 3 سنين نبحث في الفرقه الخامسه في الحرس وفي القطب القضائي المالي اللي يسمع كل هذا شكونت انا كنت وزير ماليه شكونت شنو هو المنصب اللي اعطته لي الدوله وفي تصرف في الفلوس باش اقرا روحي في القطب القضائي المالي مده 3 سنين في الاخر خذيت شهاده حفظ من مكتب التحقيق شكايه عاملها شوق الطبيب وعلى شنو هو قال خذا قطعه طريق خذيت قطعه طريق الوكاله العقاريه للسكنه تعطي لي ولغيري مطلب قدمته عام 2001 خذيت قطعه الارض خذيت راه مش بلاش خلصت فلوسها بقرض بنكي خذيتها في 2018 عمل لي دوسي قال استغل نفوذه ضميره مرتاح زعما اني مازلت موجود هو وينه وهيئته وينها محمد بوغلاب كلامه واضح وكلامه صعب جدا اما كان باش تقعد تشكره لي خلينا نتعدل نشوف حد اخر اي فوالا سي مطران اي انا قلت لك محمد بوغلاب قاعد يجني في ضريبه صوته المزعج معناها هو ما يسكتش والناس الاخرين وقفت ضده هو كان ضد الكل ضد الردة او ضد الاسفاف وضد الى اخره صوته يزعج انا اللي ألمني برشا زملائه في المهنه اللي خدمه معهم حتى حد ما تكلم عليه يا ودي حد انت بالله سامحني بالله زملائي شنو تعطيني مره زميل وقف مع زميل تبي ليه فك علينا مره هو ولا طالما هو وقف مع ولا غيره بعطيني زميل وقف مع زميل تسيبنا انت الصحافه كان نحلوا الملف تو نقعدوا هو كي ما يضربكش يسمو قف يرحم والدي فما سؤال يطرح سي محمد في الكواليس وانت وضعيتك هكا انا احكي لك الزملاء الكل فرحانين ومتشمتين فيك هذيك تونس يا محمد بالحق يا اخي ما تعرفوش يا زينة لغة خشبية لا مش لغة خشبية, ما فما حتى زميل يقف مع زميل في الصحافة سي محمد وقفوا معاك انت توا قديش واحد كلمك يوقف الانوار يفوت الخمسة كانوا يكلموا يكلموا ما لفك علينا تسيبنا وراهم فرحوا وقالوا ارتحنا من قلبك هاي هاو من الاخر معك جيتهم انا غم على قلوبهم مش مشكلتش من زملائي وش من زملائي سي محمد برشا قالوا ارتحنا من صياح الصباح ومتشمتين وشمس طلعت في الاوديونس بالكدا وتقلقوا برشا فما برشا تقلقوا من غيابه لا انا واحده من الناس تقلقت من غيابه نحكي انا شمس طلعت
الصباح طلع بالاوديونس وشمس كانت ممحوقه في الاوديونس. نحبوا نكرهوا مع مريم ومعاكم كيف طلعت في الاوديونس. شمس زاد تضرت ثم اخطاء. اي نعرف نعرف تي زملاء وتضامن لن اسمح باي كلمه روتينيه على الاقل. السيد انا باش نسالوا سؤال وسي محمد راهو جريء وصريح. خطانا من الجري برب خط احمر احناش ناقصين مشاكل الرئيس والجري انا والله حبيت تسمينا شكون اللي منعك من الاذاعات. حبيت تسمينا شكون انت تقول اني اوامر عليا ثم سي محمد انت توا تحس انك مظلوم يا اخي. ما ظلمت حتى حد في برامجك في تدخلاتك في نقدك. ما ظلمت حتى حد. يعني المسألة أخلاقية شو معناها ظلمت؟ أحيانا ساعات معناها التوتر أحيانا يخليك تقول كلام ديبلاسي. ينجم يكون معناها إذا 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 حد حس أنه يعني أجحفت في حقه معناها ما نملك إلا نعتذر له معناها. أما تصير هذه ماهيش قاعدة يعني تصير في إذا صار كلاش. أما معناها معناها ظلمت يعني ظلمت أنور معروف هاني كي قلت على جبت على الكوسانك اليوم القضية تجبد معناها يتجنبوا انه يقولوا راه محمد بوغلاب هو اللي وقت اللي النهضة في الحكم توا كي طاحت كلها ولات تنقد في النهضة. شكون كان يشكر فيها؟ شكون كان يشكر فيها؟ نحب نعرف. أنا يعني وقت اللي واحد من النواب قلت له كان تجي قدامي نتف لك شلاغمك نعرف اللي هي مسألة غير مهنية وما يتقالش. أما هو وصل روحه لأنه هو جبد لي مرتي معناها ولا طحنا في مستوى نتاع الجريش في الحومة. واني فعلا كان عرضني في الشارع ان نتفني شلاغم يا اخوانا تنفت فيهم بطبيعته. قولوا محمد بوغليب باش نسالك شويه اسئله نار. محمد بوغليب بارب وبين ظفرين سامحني في الكلمه. يسميوه باندي الاعلام. اي انا وفرت عليك جهد. اللي ما يقبلوش مصالحه يهاجموا. يهاجموا شنو هي مصالح؟ ما نعرفش شنو هي. لا ممكن تقول لي انت استعملت العباره. اي شنو هي المصالح؟ واضح مصالح يوميه. مصالح يوميه شنو هي؟ شنو مصالح؟ حال اللي عندي مثلا معمل ما دخلتش عندي شركة تصدير ما دخلتش لشخص مثال ولا فيش يعني ما اولادي ما يستحقوا حتى ايه؟ تدخل لانهم مازالوا صغار يقراوا على ارواحهم. فيش فما حد خدم لي حد من اخواتي؟ ما عندي حد من اخواتي يخدم في حاجه نتاع الدوله وثلاثه منهم هجوا من البلاد. ما همش الوزوز اللي بقاو يخدموا محامين مستقلين وما تابعين حد. حجج لي يمه مثلا حجج لي بايا يرحمه. شنو المصالح اللي عندي؟ نتحدى كان واحد يطلع هات اللي يقول بروح وراجع يقول نهار اني قصدته في قضيه شخصيه. اما ندخل للناس كي حد يقصدني واني قادر اني نقضي له نعرفه وما نعرفوش قدر جهدي ندخل للناس. باهي تونسي مخه خامج يقول ما دام متحس متحمس هكا ما يخوف فلوس. من عند شكون؟ اللي دافع عليه ما نعرفش. شوق الطبيب عمل حل عليا اونكيت. الجهه الوحيده اللي ما بعثلهاش هي مصلحه المقابر في الجلاس باش يرى عندي قبر غادي ولا. بعث لجنه التحاليل الماليه بعث لكل البنوك كل البنوك. قلت لك ثلاث سنين بين الحرس والقطب القضائي المالي كان في الاخر تم حفظ القضيه. علاش؟ علاش زعما؟ كان لقاو اي شبهه عارفين ما يلقاوش ما يحبوا يمرمدوك وكا هو انه يمرمدك فقط. محمد بوغلابه بروندرو اليسي تاخذني يا تسيبني به كي قطوس لك يا تخدموا معاك وتبقى بالواقع يا ما تخدموش. يلا انا اعتبر انه حريه التعبير هي اكبر مكسب اللي صار بعد الثوره. ما تفرطوش فيه. نجم المواطن ما يحسش يعني حاجه ليه اهتماماته ما لقاش دجاج ما لقاش عظم ما لقاش اسانس. اما هذم الكل ما تلقاهمش. يلزم يكون عندك اعلام قوي الا ينجم يدافع عليك ويبلغ لك صوت.